عسى ومرحبا بيكم الناس الكل. اليوم مش هنحكيه على اخبار رغبه ميسي في الخروج من نادي برشلونه. به الحكايه كلها بدات البارح مع حكايه سته متاع الليل الكيكه. خرج ميسي بفاكس لإدارة برشلونه يقولها لو انا ماشي نحب نكمل السيزون الجاي مع برشلونه، نحب نخرج من برشلونه. به الاخبار ده كان صدمه كل عشاق برشلونه. هو كان متوقع ده الاخبار خاصه بعد هزيمه برشلونه 8-2، ولكن اليوم ميسي هو بيدعي على الرغم بتاعه في الخروج من برشلونه. ما نعرفوش معناها التو مازالت الامور مش واضحه. ميسي عنده زوج امور، يا ميسي خمم في روحه ويحب يخرج من برشلونه صريح ويحب يشوف كارير اخرى لانها برشلونه صريحة ومشيت، والا ميسي يخمم في برشلونه. ميسي يخمم في برشلونه معناها اذا كان اداره غير في برشلونه خرج بارتوميو وجاء واحد اخر في بلاصته، معناها اداره اخرى جت اداره اخرى استقالت الاداره كلها وجت اداره اخرى. به اداره جديده لازم على الاقل 3 4 سنين في النادي. به 3 4 سنين أخرين ميسي ساي يكون خرج من كرة القدم، يكون أعلن اعتزاله عن كرة القدم. به معناها هنا ميسي هل يخم في برشلونة؟ يخم في برشلونة ميسي معناها حاب برشلونة، معناها يخرج رئيس متاحها ما يهموش في روحه، هو معناها يحب برشلونة تتطور أكثر، وخاصة في معناها 4 سنين القادمين. معناها يحب يضغط على الإدارة باش تخرج، معناها بالخروج بتاعه البارح والفاكس بتاعه اللي عمله البارح يحب يضغط على الإدارة باش تخرج. الأمر الثاني باش نحكيو عليه انه ميسي يحب يعمل انجازات فرديه العام القادم، لانه اذا كان يبقى مع برشلونه بنفس الاداره هي يقول لك صعيب برشا كان نعمل انجازات هنا في اعوام الاخيره. ذاك عش يحب يمشي يشوف النادي اخر باش يعمل مع انجازات اخرى والقاب كيما مانشستر سيتي كيما انتر برشا اسماء وقتها حريناها. معناها هذايا ما زلنا الامور هذه كلها هي اللي باش تسيطر، وما زلت جماهير برشلونه مش فاهمه يا الاستقاله نتاع بارتوميو هي سبب القرار هذا نتاع ميسي رغبته في الاستقاله بارتوميتو، اذا كان ضغطت على الاداره في القرار باش تخرج الجماهير تضغط على الاداره، والا الامر الثاني كما قلت لكم ميسي خم في روحه. به هذه حاجه من حاجتين، معناها الحاجه من انت طلعت فيها مجموعه الحظوظ، ينجم ميسي حب يخم في المصير نتاعو وكيف كيف يخم في مصير برشلونه، حب يضغط على الاداره في نفس الوقت حب يشوف نادي اخر. به هذا الكل جائز وهذا الكل ممكن. به خلينا تو نكملوا نحكيو على الحكايه هذه. به استقاله بارتوميو، هل استقاله بارتوميو معناها هل ستسبب بقاء ميسي ام لا؟ به هذه كلها راهو كلها مجرد اخبار. به رينا برشا صحف كتبت انه بارتومي اقترح على ميسي انه يستقيل من اداره برشلونه وانه ميسي يبقى في النادي، هذه كلها مجرد كلام صحف وكل. والبارح قال لك صاي تم اجتماع على استقاله بارتومي من اداره برشلونه، كل كلام صحف، لكل اشاعات وكلام صحف في اسبانيا خاصه. مازال كل شيء مازال اليوم ما نعرفوش القرار النهائي نتاع كل فريق وكل شيء، مازال امور ماشيه هكاك. توا ميسي حاب يخرج، معناها الاقرب انه ميسي باش يخرج حتى توا، لكن هل استقالة الإدارة أو استقالة بارتوميو إذا كان خرج البيان الرسمي معناها من برشلونة واستقالة بارتوميو وكل، هل ميسي باش يبقى أم لا؟ بجماهير برشلونة أنا نحب برشلونة تعرفوني وأنا من جماهير برشلونة، لكن راهو مش تمنكم 100%، راهو مش إذا كان استقال بارتوميو راهو ميسي باش يبقى. به نجم برشلونة تبني فريق آخر عام الجاي، به لكن استقالة بارتوميو واجبة برشلونة. به إذا كان برشلونة تحب تحسن الاستقالة نتاع بارتوميو واجبة باش الإدارة تنجم تبني نادي نتاع 3 ولا 4 سنين قدام، مش ماكش كي تجبد بارتوميو توا وتجيب إدارة أخرى باش تبني لك نادي نتاع هذا، يحب لك على الأقل 3 سنين 4 سنين وقت ما يكون ديجا خرج من النادي وأعلن اعتزاله. به معناها اليوم نشوفوا في الأمور هذي الكل، ميسي البارح حب يضغط على الإدارة بشكل واضح، يعني حب يضغط على الإدارة باش تستقيل، هذا الخيار الأول كما قلت لكم، الخيار الثاني يخمم في روحه شخصيا. مازلنا معناها هذه كل اخبار واشاعات وبرشا حكايات صارت على الاقل تاو حتى لتاو، معناها ميسي في طريقه للخروج من برشلونه، العروض كثيره لكن شكون باش ينجم يتحمل نفقات ميسي؟ ميسي وحده يخلص 100 مليون يورو في العام، معناها صعيب برشا، معناها اي نادي باش يوفر له الفلوس هذه الكل. الفلوس بتاع صفقه رونالدو 105 مليون يورو هي صفقه رونالدو من ريال مدريد اي يوفنتوس، معناها شوف انتوما ميسي قداش، وشكون باش ينجم يتحمل صفقات لاعب ميسي والفلوس باش تصرف على ميسي؟ بمانشستر سيتي مازال خرج من مشكلة نتاع اللاعب المالي نظيف، صعيب برشا كان ينتدب ميسي، نتصور صعيب ياسر كان ينتدب ميسي. العام القادم هو أجل انتهاء عقد ميسي، معناها كل شيء جايز في برشلونة، نجم ميسي حتى يبقى العام الماضي ويخرج بليش العام القادم كذا كان فرض التأجيل نتاع العقد نتاعو. الشرط الجزائي لميسي هو 700 مليون يورو، صعيب برشا يعني باش يتحمل النفقات هذيا، وهذاك كل شيء جائز إذا كان ميسي معناها حاب يخرج وحاب يفسخ عقده بالتراضي، كل شيء ممكن وكل شيء جائز في الحالة هذيا. ما نستناو قادم الايام، نتمنوا الخير برشا من مشجعي برشلونه، نتمنوا اخبار اخر معناها يفرح الجماهير البرشلونيه. كانوا نسيت الحلقه هذه، ما تنساوش تشابوني الشين وزين الفيديو في حلقه، نتلاقاو في موعد رياضي اخر.